بنظر المشاهد انها خطره بس ما هي خطره، هي عاديه. وطبعا الا بشيء، يعني اذا قصت السرعات، اذا كانت سرعه عاليه طبعا اكيد اي شيء في سرعه عاليه، انت لما تمشي 4 كفرات في سرعه عاليه اكيد فيها خطوره. لكن هدوء، يعني كسرعه 20 سرعه 30 40 داخل مهرجان، داخل جمهور وحماس ترتيب وادوات سلامه، وهذا يكون الوضع تمام.